حرائق مهولة اجتاحت عدة ولايات منذ مساء الجمعة وتسببت في خسائر معتبرة امتدت للأرواح البشرية، حيث لقي شخصان حتفهما بعدما حاصرتهما ألسنة النيران بكوخ لتربية الدواجن بأعالي غورايا بولاية تيبازا، ناهيك عن تسجيل عدة حالات اختناق وعدة مصابين بحروق خفيفة. بدات من بني علي، دوار بني علي، هبطت واحد 10 ل 11 كيلو، هبطت من بعد الريح هو اللي مشاها. لحقت لنا هنا، واش حنا نديرو؟ خلينا كل شربنا هكذاك، هربنا العيد تاعنا راهم في البحر، قال لي راهم في البور، كاين هربناهم للبحر راهم مريحين. النار هذه ماشي الخطره الاولى اللي تشعل، ديجا شعلت مقبل وراه تشعل في كل بلاصه، شعلت في اغبال، شعلت فوق اغبال بوزير وكانت شعله. حنا ثم طلعنا الصباح، طلعنا ديجا طفيناها ثم مع كاين الناس شعلت، عيطوا لنا عاوناهم طفينا معاهم، كي عاودوا لنا القرية عاود طرد. الحمد لله على السلامه على كل حال. الناس راك تشوف مازال راهي تجاري، كاين ديار توشاتهم وكاين لي بولاي كلاتهم وكاين بزاف صوالح، كاين البقر ماتوا، العباد ماتوا. خونا واحد واحد منا من القرية مات، توفى ربي يرحمه ويوسع عليه. الظروف المناخية التي سادت معظم مناطق الوطن الجمعة من رياح وتيارات ساخنة ساعدت على الانتشار السريع للحرائق التي خلفت ذعرا كبيرا وسط سكان الولايات، وصعبت من مهام فرق الحماية المدنية في أداء مهامها لإخماد ألسنة النيران التي امتدت للمناطق السكنية في العديد من الولايات. أهمها سجلت على مستوى ولاية وهران، تلمسان، شلف وخاصة تيبازا، حيث أرسل الدعم إلى كل هذه الولايات. أما فيما يخص ولاية تيبازا فقد تم تسجيل 10 حرائق التي للأسف يعني قوة الرياح نشرتها بسرعة، حيث بدأت تهدد أكثر من 12 قرية على مستوى بلدية كوريا فقط، حيث قامت إسعافاتنا بالعمل على حماية سكان هذه القرى والمداشر، أين تم إسعاف وإنقاذ 10 أشخاص، لكن للأسف سجلنا وفاة شخصين على مستوى دوار واد مهابا الذين كانوا على في متجنا. على إثر ذلك تنقل السيد المدير العام للحماية المدنية العاقل وعلم بغلف إلى عين مكان معية السيد الولي للوقوف على مدى نجاعة الوسائل المتدخلة. هذا وحذرت الحماية المدنية المواطنين من تجنب التقرب من المناطق التي تشهد تواصلا للحرائق، وهذا تفاديا لأي حوادث أخرى قد تودي بحياتهم.